للحديث أكثر حول حالة طقس الغد تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة دكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس مركز التنبؤات التابع لوزارة الموارد المائية والري. أولا دكتورة إيمان، بعد التحية، حالة استنفار كبرى تقوم بها كافة مؤسسات الدولة مع إعطاء العاملين، سواء العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، إجازة مدفوعة الأجر غدا. ما الذي يجعل الأمر هذه المرة مختلف، وما المقلق هذه المرة؟ الحقيقة في البداية أوجه التحية للبرنامج إن هو هيسلط الضوء على حالة الطقس في الفترة القادمة. وزارة الموارد المائية والري بتصدر تنبؤات خاصة بحالة الأمطار، ده بهدف الحماية من السيول اللي ممكن تعرض لها مناطق كبيرة في الجمهورية. من أول الأسبوع ظهر في التوقعات والتنبؤات إن في حالة عدم استقرار في نهاية الأسبوع الحالي. النهاردة تم التأكيد على شدة هذه الحالة، وكانت الخرائط اللي تم عرضها على دولة رئيس الوزراء واللي وضحت إن هتبدأ حالة من الأمطار الشديدة هتبدأ من بداية اليوم، من منتصف الليل. الذروة هتكون غدا من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة مساء، دي هتبقى ذروة الأمطار اللي بنشوف فيها ان في موجه من الامطار بتتمركز فوق محافظات الوجه البحري والدلتا. يمكن دي المره الاولى ان كل محافظات الدلتا يكون عليها الشده دي من الامطار. يمكن ظهرت في الخرائط باللون الاحمر، وده مؤشر ان دي من المحافظات اللي هتتعرض لامطار شديده. ده برضو بخلاف انه هيبقى في امطار شديده على السواحل الشماليه الغربيه، مرسى مطروح واسكندريه والبحيره. في عندنا في المناطق الشرقيه وسيناء بالكامل تتعرض لأمطار غير مسبوقة، يمكن الكميات اللي ظهرت في التوقعات أضعاف ما تم التعرض إليه سابقا، وده كان اللي خلى قرار مجلس الوزراء أن يتم اتخاذ إجراء وقائي واحترازي أنه الحفاظ على الأرواح وعلى سلامة الأفراد بعدم النزول للشوارع وتعطيل العمل. الحقيقة الوزارة خدت إجراءات والدولة كلها بتاخد إجراءات. في عندنا أنتجنا خرائط خاصة بالمطر وحركتها كل 6 ساعات. الخرائط دي بتساعد الزملاء في المحافظات ان يبقوا عارفين تحرك المطر ويقدر يوجه المعدات من مكان لاخر. وزاره الري بدورها زي ما ذكر معالي الوزير في التقرير انه خفضت المناسيب وخفضت التصرفات من السد العالي، وبقت المجاري المائيه باكملها سواء ترع او مصارف فيها القدره الاستيعابيه انها تقدر تستوعب مياه الامطار الزائده. طيب دكتوره ايمان، اذا كان بالامكان إذا كان بالإمكان أن تقومي يعني بتفضل بالشرح لنا وللسادة المشاهدين عبر هذه الخرائط، ويعني وتقومي أيضا بتوضيح لنا أكثر المحافظات تأثرا خلال طقس الغد، يعني ما هي أكثر المحافظات من خلال هذه الخرائط؟ طب خلينا نستعرض الخرائط اللي موجودة قدامنا على الشاشة. الخرائط دي بتوضح التوقع للأمطار النهاردة يوم الأربع، ده كان توقع تم تحديده صباحا النهاردة. هنلاقي ان في كميات من الأمطار المتوسطة زي ما هو باين كده كلها في الصحراء وموجودة في مطروح والوادي الجديد، يمكن الإحساس بها بيكون قليل لأن التكدس السكاني كله حوالين النيل والدلتا، فدي هتبدأ النهاردة مش هتبقى محسوسة قوي. لو بصينا على بكرة إن شاء الله يوم 12 هنلاقي إن في مساحات كبيرة اتغطت باللون الأحمر. المساحات دي بتغطي محافظات الغربية، محافظة مرسى مطروح والجيزة والبحيرة. في عندنا المحافظات الشرقية، إسماعيلية والسويس ودمياط ومحافظات سيناء، كلها من المحافظات اللي بتتعرض لأمطار شديدة. القاهرة ومناطق شرق القاهرة الأمطار فيها برضو شديدة، يمكن الكميات اللي ظاهرة الحد الأقصى لها 40 ملي، ولكن ده ضعف أو ضعفين ما تعرضت له سابقا هذه المناطق. لو هنبص على يوم الجمعة يمكن بتقل شوية التوزيع للأمطار على الجمهورية، ولكن بتستمر السواحل الشمالية فيها بؤر وفيها كميات مياه كبيرة. حيث استمرار المطر لأكتر من يوم ده بيزود الخطورة، لأن بتبقى الأرض اتشبعت مياه وبتبقى المعدات وشبكات التصريف استوعبت كمية كبيرة. طبعا ده بخلاف ان في شدة للرياح، ودي بتؤدي في بعض الأحيان انقطاع للتيار الكهربائي، وده بتأثر على محطات الرفع اللي بترفع المية. ده يوم السبت واللي بيبان انه هتكون المطر قل خالص وبقت معدلاتها معتادة 5 ملي وهكذا. تمام، يعني نتحدث عن الذروة غدا الخميس، وبالتالي بعد ذلك يبدأ هناك انخفاض بدءا من يوم الجمعة.
بالظبط. برضو ظاهر معانا على الشاشه شده التعرض للامطار النهارده الاربعاء. يمكن المحافظات اللي هتستقبل مطر الوادي الجديد ومطروح والجيزه والمنيا، باقي المحافظات كميات اقل. المؤشر الاحمر بيقول ان دي المناطق اللي هتتعرض لامطار شديده. بكره كل المحافظات اللي هيسقط عليها امطار معرضه لامطار شديده، نظرا ان المعدلات بالفعل هي غير مسبوقه ويمكن تكون ضعف ما تعرضت لها جمهوريه او ضعفين. يوم الجمعه هتستمر درجات الخطوره على سيناء ومطروح والجيزه والبحيره والمناطق الجبليه البحر الاحمر وجنوب سيناء. الحقيقه ده بيبين لنا قد ايه في شده أمطار هتتعرض لها البلاد، بالرغم إن في إجراءات نتمنى إنها إن شاء الله تعدي على خير. في إجراءات احترازية كبيرة واخدها كل الجهات. طيب دكتورة إيمان، يعني وزارة الري إن شاء الله هذا فيما يتعلق بالأمطار، هذا فيما يتعلق بالأمطار. على الجانب الآخر فيما يتعلق بالرياح، لأن هناك بعض يعني ربما انتشرت بعض المعلومات لا أعلم مدى صحتها عن الرياح ربما تزيد سرعتها عن 70 كيلومتر أو 100 كيلومتر، أولا مدى صحة هذه المعلومات؟ الحقيقة خليني أقول إن بخصوص العوامل الجوية الأخرى المسؤول عن التوقع عنها هو هيئة الأرصاد، لأن إحنا في وزارة الري بنتكلم على المطر، لأن المطر عنصر من عناصر المياه وبيعرض وبيحتاج إجراءات خاصة بالموارد المائية. إنما بصورة مبدئية شدة الرياح المتوقعينها تبقى من 20 ل 30 كيلومتر في الساعة. الأرقام يمكن عالمية ما تبقاش عالية، بس بالنسبة لمصر وفي الوقت ده من العاصفة تبقى تعتبر عالية وتحتاج ان يبقى في اجراءات احترازية، ما هياش مرتفعة جدا. ولكن ارجو الرجوع لهيئة الارصاد للتحدث عن كل العوامل الاخرى، لان في غير الامطار في عندنا اتربة، في شبورة، في يمكن درجات الحرارة، كل العوامل دي تحتاج انه يبقى في جهة متخصصة تتكلم عنها. طيب دكتورة إيمان، أخيرا النصائح التي تتوجهين بها لأهالينا في كافة المحافظات المصرية التي ستتعرض لما يعني كما قلت لنا قبل قليل أمطار غزيرة، سواء ابتداء من منتصف ليل هذا اليوم وحتى يعني يوم الجمعة أو ربما يوم السبت. الحقيقه هاخد النصيحه لكل اهالينا من المناشده اللي طلعت من مجلس الوزراء، بان المواطنين عليهم الالتزام بالمنازل ومحدش ينزل الا للضروره، وده للحفاظ على ارواحهم، الابتعاد عن الاماكن المكشوفه، انه يبعد عن الاماكن اللي فيها لوحات اعلانات او عمود الكهرباء، ما يركنش العربيه في اماكن منخفضه. إلى حد كبير إن شاء الله الناس لو التزموا بالإجراءات والإرشادات هنلاقي إن كل وزارة وكل قطاع في الدولة طلع إجراءات احترازية وطلع إرشادات. نتمنى إن كل واحد فيما يخصه يلتزم بالإرشادات دي، عدم السفر، عدم الخروج إلا لو في ضرورة، وإن شاء الله الإجراءات الاحترازية تقلل من الخسائر، وإن كان مهما كان في استعدادات بإذن الله دكتورة إيمان. وهنظل يعني على متابعة مستمرة مع حضرتك بإذن الله على مدار هذا اليوم وعلى مدار غدا بإذن بإذن الله إن شاء الله، وعلى مدار متابعات في من مختلف المحافظات المصرية مع حضراتكم بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة إيمان سيد أحمد رئيس مركز التنبؤات التابع لوزارة الري على كل هذه المعلومات والتوضيحات.